السلام عليكم المتابعين ديال العزاز، كنتمنى يعطيكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وتكونوا بأحسن الظروف يا ربي. اليوم ان شاء الله راني معرضه لواحد عيد ميلاد كما كيبان لكم، راه ديال مسوقه. ايوا المهم غندوز نعطيكم انا ديال سيمونه كريمه، راه عندهم معروضه. المهم هي معكم. السلام عليكم، كدايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ فاطمه جارتنا وصاحبتنا وتنفتخروا بالقناه ديالها وكتعجبنا وكنقولوا لها بزاف. جات لعند بلادنا معروضه عيد ميلاد زوين، كلشي هو هذا، كلشي على حقه وطريقه. تنتمنىكم تكونوا معنا في الحقيقه. مرحبا بكم، بارك الله فيك. هيا كتعرفوا في هذا الخير الحاله، مرحبا بكم والف مرحبا، والله يجازيكم بخير. تهلاو فاطمه شي شويه، تهلاو فيها مسكينه محتاجه لذاك اللايك غير مره دعموها وشجعوها. الله يديم عليكم بخير نتوما، والله يعاونكم ويسر ليكم. المهم دابا غادي نشارك معكم ان شاء الله لقطات عيد الميلاد. المهم غادي ندوز داكشي ان شاء الله مزيان، راه وجدوا كلشي على حقه وطريقه. عندي يلاه نتوما معايا بلاتي، كملي كملي شنو التصورات كريمه. ما جات عندنا العيد